بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. معاكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله هنكمل مع بعض منهج الكيمستري. خلصنا شابتر 1، هنبدا ان شاء الله في شابتر 2. شابتر 2 بيتكلم على حاجه اسمها نانو تكنولوجي. طبعا احنا في يونت 1، ويا ريت لو ما شفتش شابتر 1 ترجع تشوفه. الشابتر ده شابتر اهم بكتير من الشابتر اللي فات. يعني لو انت عاوز تقول لي ده اهم ولا اللي فات، لا ده اهم. الشابتر بيتكلم عن ايه؟ الشابتر بيتكلم عن حاجه اسمها نانو تكنولوجي، والنانو تكنولوجي مقصود بيه العلم الخاص بالاشياء الدقيقه جدا او الاشياء الصغيره. وما دام في العلم ده بنستخدم حاجات صغيره، فاحنا لازم نشوف الارقام والاختصارات بتاعتها. فبيبدا الشابتر بتاعنا بحاجه اسمها بريفكسس او اس اي بريفكسس، ودي ستاندرد بريفكسس او اختصارات معتمده على ال 10 تو ذا باور ان. يعني مثلا لما انا اقول لك كلمه كيلو، انا قصدي بكلمه كيلو يعني 1000. ويعني ايه 1000؟ يعني 10 to the power 3، صح ولا لا؟ بختصر بديها ابريفيشن اللي كلمه كيلو بديها كي. يعني انا لو جيت في مره كتبت لك كي ام، تعرف ان انا قصدي بالكي ام دي كيلو متر، قصدي بيها 1000 متر. طيب يبقى انا عندي اختصارات لازم اكون حافظها. يقول لك ايه؟ كيلو اختصاره كي، وبيعبر عنه ب 1000. ولو انت مثلا قلت لك 1 كيلو متر، شيل كلمه كيلو وحط مكانها 10 تو ذا باور 3. نفس الكلام ال 1 كي ام هنا اهو، بتشيل حرف الكي وتحط مكانه 10 تو ذا باور 3. طيب ايه تاني يا مستر؟ ديسي، عندنا يونت اسمها ديسي. لما انا اقول لك ديسي في اي حاجه، شيل الديسي دي وحط مكانها حرف الدي اللي هو بيساوي ايه؟ الدي ده يساوي 10 تو ذا باور نيجاتيف 1. يبقى ديسي اختصارها دي و10 تو ذا باور نيجاتيف ايه؟ 1. وبيقول لي هنا 1 ديسيمتر ايكوال 10 تو ذا باور نيجاتيف اي 1، نيجاتيف او ماينس زي ما بتقولها عادي. السنتي ده 10 تو ذا باور نيجاتيف 2، واختصاره سي. لما انا اقول لك 1 سي ام، انا قصدي 1 سنتيمتر. شيل السي عشان تحول لمتر، شيل السي وحط 10 تو ذا باور نيجاتيف 2 تبقى بالمتر. يعني انت لو عندك سنتيمتر عاوز تحوله لمتر، شيل حرف السي وحط ال 10 تو ذا باور نيجاتيف 2. عندنا حاجه اسمها ملي، اختصاره ام، والملي 10 تو ذا باور نيجاتيف 3. في اي وقت عاوز تحول من الملي للمتر، شيل الملي اللي هو ال 10 تو ذا باور نيجاتيف 3 وحط القيمه اللي هي 10 تو ذا باور نيجاتيف 3، يبقى انت كده حولت الايه؟ لمتر. ولكن خد بالك من اللي جاي. لو انت عندك ملي وعاوز يونت اصغر من الملي، في حاجه اسمها مايكرو. المايكرو اختصارها هو العلامه دي. المايكرو دي 10 تو ذا باور نيجاتيف 6. يعني ينفع تشيل المايكرو وتحط مكانها 10 تو ذا باور نيجاتيف 6. فلو انا بقول لك 1 مايكرومتر، تقول لي 1 تايم 10 تو ذا باور 6 متر. ما هو المايكرو دي بتساوي الرقم ده. ولكن في المسائل افهم بقى الحته دي، انا هقولها لك بدري، يعني كان المفروض اقولها متاخر بس هقولها لك بدري. لو عندك ملي، افهم الكلام ده، لو عندك ملي عاوز تحوله المايكرو،
اعمل تايم، سجل ده عندك، اعمل تايم 10 تو ذا باور 3. يعني لو انت معاك 1 ملي متر، معاك 1 ملي عاوز تحوله مايكرو، اعمله 10 تو ذا باور 3. طب ايه اليونت الثانيه؟ في حاجه اسمها نانو، النانو دي نيجاتيف 9. ولو انت معاك مايكرو عاوز تحوله لنانو، اعمل تايم 10 تو ذا باور 3. اكتب كده عندك في الورقه، مايكرو سهم نانو، يعني مايكرو من مايكرو لنانو 10 تو ذا باور 3. وفي فيمتو طبعا، الفيمتو دي 15. طب احنا هنستخدم ده ازاي يا مستر؟ انا هبدا اوريك الاسئله بتيجي ازاي. يقول لك هنا ايه؟ يقول لك هنا كالكوليت the value of 42.3 مليمتر باي متر يونت. طيب انت دلوقتي عندك ملي، عندك ايه؟ ملي، عاوز يحوله لمتر، شيل الملي، شيل الملي وحط رقم الملي اللي هو 10 to the power minus 3، اتحول لمتر. سهلة جدا، من ملي متر لمتر، شيل الملي وحط رقمها. تعال نروح نشوف سؤال تاني. يقول لك هنا 0.03 سكند، عاوز احولها لنانو، عاوز احولها لنانو. ده انت هنا بقى عندك خدعة. ليه بقى؟ لان هنا انت عندك النانو 10 to the power 9 او negative 9. لو انا افهم النقطة دي، ركز كده بالراحة، مين اكبر، السكند ولا النانو سكند؟ السكند اكبر من النانو سكند. ما هي النانو دي فتفوتة، النانو دي فتفوتة، السكند كبيرة، حاجة كبيرة. النانو 10 to the power negative 9 من السكند، ده حاجة يعني فتفوتة الفتفوتة. فلو انت هتحول من الكبير للصغير بتعمل، بتشيل يعني النيجاتيف، يبقى هتحط ايه قدام السكند بدل النانو؟ هنحط 10 to the power 9، to the power ايه 9، نانو سكند. ماشي. السؤال اللي بعد كده عنده هنا ميلي جرام، عاوز يحوله لمايكرو جرام. طيب احنا كنا قلنا ملحوظه كده، ان من ميلي المايكرو تعمل تايم 10 تو ذا باور 3. فهو الراجل هنا عمل ايه؟ خد الرقم زي ما هو اللي كان موجود، ماشي، وراح عمله تايم 10 تو ذا باور 3 عشان يحول له مايكرو ايه؟ يحول له مايكرو جرام. هو عاوز يحول من جرام لمايكرو، من سوري، من 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 ملي جرام لمايكرو جرام. من ملي المايكرو بتعمل تايم 10 تو ذا باور 3. طيب من ملي لنانو، طب ما تعالى نروح نشوف الحكايه دي. من ملي لنانو انا علشان اتحرك من الملي اروح للمايكرو بعمل تايم 10 تو ذا باور 3، ومن المايكرو للنانو تايم 10 تو ذا باور 3 تانيين. يبقى انا عندي 10 تو ذا باور 3 وعندي 10 تو ذا باور 3 تاني، عندي 2 10 تو ذا باور 3، يبقى هعمل تايم 10 تو ذا باور 6. بمعنى انا عشان اتحول من اتحرك من الملي للمايكرو بعمل تايم 10 تو ذا باور 3، وعشان اتحرك من المايكرو للنانو بعمل تايم 10 تو ذا باور 3 تانيين. اصبح كده دي تتحسب ايه؟ 10 تو ذا باور 6. يبقى الرقم اللي عندي لو انت عندك ملي، من 10 ملي متر لنانو، عاوز تحول من ملي لنانو، فهتحول من ملي المايكرو، من مايكرو لنانو، يعني هتعمل 10 تو ذا باور ايه 6. دول اصعب حاجه ممكن تيجي، يعني الباقيين كلهم سهلين. المهم ان انت تكتب لي الاختصارات دي في ورقه، او لو عاوز تحمل ملزمه انا هبقى اسيبها لك تحت في اول تعليق، مفيش مشكله، واقدر تقدر تحفظها. ودي اختصارات كده بريفكسز في الاول، يعني بتيجي في الامتحان في مسائل وكلام من ده، وسهلة سهلة، كتر الحل عليها هيخليك سوبر فيها ان شاء الله. طيب هو الدرس كله يا مستر بيتكلم عن ارقام؟ لا، تعال نبدأ بقى في الشغل بتاعنا.
يقول لي بقى بصي يا أستاذة ركزي معايا، في حاجة اسمها نانو سكيل. كلمة نانو سكيل is the scale of extremely small particles. الراجل بيقول لك extremely small مش صغير، ده صغير 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 صغير، مش صغير اللي هو يعني قد الفتفوتة، يعني قسم الفتفوتة 1000 مرة او 2000 مرة او 1000000 مرة يطلع لك واحدة من النانو. فكلمة نانو كلمة بتعبر عن الفتافيت اللي هي صغنرة بطريقة مخيفة. فكلمة نانو سكيل لما انا اقول لك يعني ده الحاجة دي اللي سكيل بتاعها نانو خالص، السكيل كلمة سكيل يعني مقياس او حجم يعني. انا قصدي كده ان هي very small extremely small. طيب يبقى نانو سكيل is the scale of extremely small particles. طيب نانوميتر is used to measure unit. النانوميتر في حاجة اسمها نانوميتر is used as measuring unit for a very minute particles like atoms and molecules as shown in the following figures. وجايب لك هنا حبة رملة وجايب لك molecule وجايب لك atom. هو بيقول لك ان احنا اخترعنا unit اسمها نانوميتر اللي هي تايم 10 او 10 to the power negative 9. ماشي، يعني اكنك جبت المتر وحط 1 متر وقسمته بقى قدامه 9 صفار. وبيقول لك ان النانوميتر ده بنستخدمه عشان نحسب حجم ذرة، حجم اتوم، حجم موليكيول، نحسب بيه حجم حباية رملة. عارفة حباية الرملة، الحباية الرملة الفتفوتة، الفتفوتة دي حجمها بنحسبه بالنانو ايه؟ بالنانوميتر. يبقى انا عندي يونت اسمها نانوميتر بنستخدمها for measuring او as measuring unit for very minute particles. minute هنا معناها دقيق او صغير. يبقى انا عندي نانو سكيل وعندي نانو ايه؟ متر. طيب في حاجة اسمها critical nano volume. يعني ايه؟ الحاجات بيبقى ليها volume. والله الفوليوم ده ممكن يبقى كبير، ممكن يبقى صغير، ممكن يبقى متوسط، ولكن لما الفوليوم يوصل لcritical nano volume اقدر اقول عليه ان هو كده بقى تبع العلم اللي اسمه علم النانو تكنولوجي. بمعنى ايه؟ الفوليوم احجام، في الكبير وفي الصغير، ولكن في فوليوم اسمه نانو فوليوم. النانو فوليوم ده اللي هو ايه؟ اللي هو بيبقى less than 100 نانومتر، اقل من 100 نانو ايه؟ متر. يعني انت لو عندك مثلا حبايه رمله، حبايه الرمله دي اكبر من 100 نانومتر، لا يبقى مش معانا في العلم بتاع النانو تكنولوجي ده، ملناش دعوه بيه. انما لو less than 100 نانومتر، اقل من المقياس اللي اسمه نانومتر 100 100، ساعتها بقول عليه ان هو كده في الكريتيكال، او الكلمه كريتيكال يعني حرج، كريتيكال نانو اي فوليوم. فبيقول لك يعني ايه كريتيكال نانو فوليوم؟ ات از ذا فوليوم ان ويتش ذا يونيك نانو بروبرتيز، يعني صفات خاصه بالنانو اوف سبستانس ابير. هو بيقول لك ايه؟ يقول لك ان المواد ليها صفات، والصفات دي معتمد على حجم البارتكل. يعني لو انت عندك ذهب، الذهب ليه صفات، الذهب ليه صفات، ولكن نفس حتة الذهب دي لو قدرت ان انت تكسر الموليكيولز بتاعتها او تكسر الجزيئات بتاعتها وتخليها اصغر واصغر واصغر واصغر، هتلاقي ان الذهب طلع له صفات مختلفة. الله، يعني النانو فوليوم، الفوليوم الصغير قوي ده بيوصلني ان انا يكون عندي صفات مختلفة. يعني نفس الحاجة تتغير صفاتها بسبب حجم الايه؟ حجم البارتكلز. فيقول لك as example of nano properties، تعال نشوف الموضوع ده. يقول لك ايه؟ ان the change of color او gold color according to the change of nano volume. يقول لك انا الذهب اصلا في طبيعته it's common that gold is bright yellow، المعروف ان الذهب ده بيبقى بيلمع اصفر بيلمع، but on reducing، يعني اقلل its particle volume to nano volume، انك تقلل الفوليوم بتاع البارتكلز
لنانو فوليوم. احنا اتفقنا كلمة نانو فوليوم يعني less than 100 meter. It takes different colors. بتلاقي ان الجولد خد different colors. لون الذهب اتغير. يتحول لون الذهب لايه؟ يتحول لون الذهب لريد. ذهب لونه احمر مع ازاي يا مستر؟ ايوة. ما هو انت طلعت صفات جديدة بسبب ان انت عملت reducing للفوليوم لدرجة ان هو بقى نانو فوليوم. فضلت تكسر 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 لحد ما وصلته للنانو فوليوم. طيب the change of color أو of gold color on changing its volume from macro scale into nano scale. كلمة macro, macro يعني كبير. ماكرو سكيل السكيل الكبير للمايكرو او النانو اللي هو السكيل الصغير. ليش انا بتكلم بصوت عالي؟ علشان اقدر ان انا اوصل لكم المعلومه بزي ما هي في بالي يعني. ماشي. ال بيكوز ريديوس ده سؤال تاني يعني. هو بيقول لك ليه بيتغير اللون يعني. ماشي. بيكوز رياكشن اوف جولد بارتكلز ان نانو سكيل ويز لايت. يعني علاقه الجولد بارتكلز مع اللايت وهي نانو ديفر فروم رياكشن ويز لايت ويز ماكرو. يعني انت دلوقتي بيقول لك ايه؟ واحد ممكن يسال يقول ايه هو ليه الذهب يعني ليه الذهب لما بيتحول لنانو بارتكلز يتحول لنانو بارتكلز يعني ايه؟ يعني انا مسكت الذهب وقعدت اكسر فيه قعدت اكسر فيه الجزيئات بتاعته لحد ما حولتها لنانو. ساعتها بتلاقي الكالر اتغير. بتلاقي ليه الكالر ما بقاش جولد بقى ما بقاش يلو برايت يلو لا ده تحول لي اورنج مثلا او تحول لريد. ساعتها بيقول لك ليه؟ بيكوز رياكشن اوف جولد بارتكلز ان نانو سكيل وذ لايت ديفر فروم اتس رياكشن. بيختلف مع الرياكشن ده او بيختلف مع الرياكشن او بيختلف تفاعل اللايت مع الجولد لو كان ماكرو. يعني لو كان نانو غير لما يكون ماكرو. النانو بيديك لون والماكرو بيديك لون. الله. يعني انت عاوز توصلنا يا مستر لفكرة ان الفوليوم بتاع الحاجة بيحدد الكالر بتاعها؟ حقيقي. دي حاجة غريبة جدا. ولما يكون الفوليوم اصغر يديك صفات اكتر. يعني انا هفهمك حاجة. السيليكا اللي هي الرملة. ماشي. الرملة دي ده بقى يعني الدرس. الرملة اللي هي الرملة بتاعت الشارع دي او الرملة بتاعت الصحراء لما بتتكسر وتبقى اصغر واصغر 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 بتدي صفات رهيبة وبيستخدموها في الاجهزة الكهربائية وبيستخدموها في حاجة كتير جدا وتبقى غالية جدا على فكرة. طب اكزامبل تاني غير الجولد بيقول change of copper hardness. الكبر اللي هو النحاس. تلاقي الكبر اصلا من المواد اللي هي مش صلبة قوي دي بتبقى يعني مواد ينفع تتني. فيقول لك ان الهاردنس ان الصلابه بتتغير مع النانو ايه مع النانو فوليوم. ونفس الكلام بيقول لك ان الهاردنس اوف كبر انكريز ان صلابه الكبر بتزيد باي ديكريسينج ذا فوليوم اوف بارتكلز مع تغير الفوليوم بتاع الايه بتاع البارتكلز. وذا يونيك انيوجوال properties of nano substance are due to relation between surface area and its volume. يعني بيقول لك ان تغيير الحجم او تغيير الفوليوم ده هيؤدي الى تغيير في الصفات ان الكابر يعني هي ايه هيتغير وهيتحول لحاجه هارد بعد ما كان حاجه اصلا less hard يعني ما بقاش هارد قوي. طيب نكمل الجزء ده ونكمل مع بعض. طيب ماشي. يقول لك هنا ايه تعال نشوف relation between surface area and volume of cube. يعني يقول لك ايه بص انا هشرحها بسرعة وانت اقعد اقراها بقى يعني هي ما بتجيش في امتحانات كتير بس انا هشرحها لك بسرعة كده. يقول لك ايه انت لو عندك مكعب رحت قسمت المكعب ده ان انت ال 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 الوجه الواحد قسمته لاثنين يعني الوش بتاع المكعب ده الكيوب ده قمت انت مقسمه اثنين خدت بالك كده اهو وقسمته اثنين كده برضو يعني قسمته كده وقسمته كده فاهم فاهمين كده. انت لما هتقسم بالشكل ده المكعب الواحد هيتقسم لثمانية
لو انت عملتها بقى كده بايه، قعدت تتخيلها كده ماشي، قعدت تتخيل الموضوع ده انك تقسم بشكل انك تقسم كده وتقسم بقى ايه، ده هيتقسم كده فاهم الفكرة، وده هيتقسم كده وده هيتقسم كده موال بقى، تقعد بقى ايه تقطع المكعب ده، هتلاقي المكعب اتقطع لتمانية. ولو انت قسمته لتلاتة يعني بدل واحد بدل مكان خط في النص، لا ده انت جيت قسمت ايه اتلات كده، تلات تلاتات كده يعني فاهم الفكرة، بقى كده زي ما انت شايف في الصورة اللي هي هنا. ساعتها هتلاقي الداتا دي طلعت لك، يعني هنا كان مكعب واحد او سوري كان السيرفس الواحد بيساوي 1 سنتي، هنا كل جزء بقى يساوي نص سنتي. يعني ايه كل جزء يساوي نص سنتي؟ انت لما تيجي مثلا دلوقتي ده كان كده 1 سنتيمتر، لما تيجي تقسمه من النص كده بقى ده هاف وده هاف صح ولا لا؟ ما انت جيت قسمته من النص اهو صح، بقى ده هاف وده ايه هاف، وقسمته برضو بالعرض كده بقى ده هاف وده ايه هاف. طيب المهم يعني ان اللينث اوف سايد كل سايد بيساوي ايه هاف. طيب وهنا 1.3 سنتيمتر. طيب النمبر اوف كيوبس هنا عدد المكعبات هنا هو مكعب واحد اهو، هنا عدد المكعبات تحول لتمانية لما انت قسمت كل سايد كده من ايه من الوش كده، قسمت كده وقسمت كده اتحولوا لتمانية، هنا اتحولوا ل 27. طيب التوتال سيرفيس اريا، سيرفيس اريا اللي هو المساحه يعني بتاعت السطح، انت عارف ان ان السيرفيس اريا او الاريا عموما بتحسب تو ذا باور 2، فبقى عندك 1 كل سيرفيس، انت هتحسب بقى كل سيرفيس ماشي، هتحسب كل ايه سيرفيس، فانت عندك هنا ايه عندك كذا سيرفيس، عندك السيرفيس الاول اهو والسيرفيس الثاني والسيرفيس الثالث دول اللي احنا شايفينهم، وفي الناحيه دي اهو رقم 4 وتحت هنا رقم 5 وورا خالص رقم ايه رقم 6، هو ما هو كيوب لي 6 فيسز صح ولا لا؟ وعدد المكعبات كام؟ عدد المكعبات واحد خلاص. طيب يبقى كل سطح ب 1 تو ذا باور 2 وهم 6 اسطح فيبقى 6، تحسب المهم الفوليوم ده لو انت قعدت تفكر فيها هتلاقيها سهله جدا يعني. ولو حسبت السيرفيس هنا احنا اتفقنا ان كل واحد بهاف اهو تو ذا باور 2، طب هما كام؟ كل واحد عنده 6، كل واحد عنده ايه 6 يعني الواحد بهاف وكل واحد عنده كام 6 وهم اصلا كام؟ هما 8 فاهم، يبقى هاف تايم 6 هاف تايم 6 الهاف عشان الواحد عشان كل واحد بهاف وهم 6 اوجه، فكده ايه المكعب الواحد 6 تو تايم هاف صح، وهم كام واحد بقى وهم 8 صح اهو، لو حسبتها هيطلع 1 ايه 1 سنتيمتر. طيب هنا هيبقى ال 1 اوفر 3 تايم 6 تايم 27 لان العدد 27. المهم ان السيرفيس اريا بتاعتهم كلهم طلعت واحده، السيرفيس اريا طلعت ايه واحده، ولكن التغير بيحصل لما بتحسب الفوليوم، لما بتحسب التوتال ايه فوليوم، لان الفوليوم تو ذا باور 3 هنا كان واحد ف 1 تو ذا باور 3 تايم 1 عشان هو مكعب واحد، هنا تايم 8 عشان هم 8 مكعبات، هنا تايم 27 عشان هم اكتر، فال الفوليوم هيبقى الفوليوم واحد ماشي، الاريا واحده. سوري انا اسف، انا هنا بس عينيا راحت قرت حاجه ثانيه، الفوليوم واحد السيرفيس بس هي اللي اتغيرت، انا اسف انا قريتها غلط ماشي، السيرفيس هو اللي ايه هو اللي متغير. بص السيرفيس اريا كبيره جدا لما انت قطعتها كذا واحده كده، السيرفيس اريا كبيره جدا ماشي. طيب دي حاجه ليها علاقه بالماث، يعني هي علاقه ليها علاقه بالماث مش بالكيمستري خالص. طب احنا عاوزين نوصل لايه من الحكايه دي كلها؟ احنا عاوزين نوصل لحكايه ان كل ما الفوليوم بيزيد كل ما السيرفيس اريا بتتغير، او كل ما يحصل تغير في الفوليوم كل ما يحصل ان السيرفيس اريا تزيد. ازاي؟ واخد بالك ان لما كان حجم، ركز بقى في هي دي ملخص التجربه كلها، ان احنا لما قسمنا المكعب الواحد تلاتات 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 حجم يعني صغير جدا كان الفوليوم 1 اوفر 3، بص التوتال سيرفيس اريا بقت كام؟ بقت 18، لان انت عندك انت قسمته 27 مره، قسمته 27 ايه مره، 27 مكعب
المكعب الواحد قسمته ل 27 ايه كيوب، وكل كيوب 1 اوفر 3 تايم 6، ما كل كيوب ليه 6 اوجه والوجه الواحد 1 اوفر 3، ما انت قسمت كل وش ل 3 3 و 3 و 3، فاهم الفكرة؟ طيب المهم يعني ان التوتال سيرفيس اريا في حالة انك قسمت 1 اوفر 3 ب 18، هو عاوز يوصل هنا لايه؟ ان لما يكون عندك حاجة والحاجة دي انت قسمتها عملت لها ديفيجن كذا مرة وحولتها لي فوليوم اصغر، السيرفيس اريا بتبقى كبيرة جدا. وتعالى نفكر مع بعض في الجزء اللي هو بيحكيه لنا ده، بيقول لي it is clear، من الواضح جدا that fine powdered sugar، وهي دي النقطة اللي احنا عايزين نوصلها اصلا، الفاين powdered sugar ان السكر المطحون dissolve faster than block cube. لما يكون عندك سكر مطحون والسكر المطحون ده انت بتدوه في مية، تلاقيه ده بسرعة جدا اكتر من مكعب السكر الحتة الكبيرة. ايوه ما هو السكر المطحون ده تعال نكمل بقى نقرأ، بيقولي because sugar powder has greater ratio between surface area and volume، السيرفس اريا كبير جدا بالنسبة للفوليوم، than sugar cube so more molecules will be exposed to the dissolving process in the same time. يبقى لما يجي لك سؤال ويقول لك ليه الباودر will dissolve faster than the block cube، هتقوله because sugar powder او الجزء اللي هو الشوجر باودر اللي هو مطحون يعني has greater ratio between surface area and volume، السيرفس اريا كبير جدا بالنسبة للفوليوم. مفهوم يا شباب؟ انا باختصار قصدي اقول ايه، انك لما يكون عندك مكعب واحد والمكعب ده انت قسمته لكذا جزء، خد بالك ان كل جزء ده بقى ليه سيرفيس اريا، كل جزء بقى ليه سيرفيس اريا، كل جزء بقى ليه سيرفيس اريا، فلما بتقطع الحاجه لاكتر من جزء بتزيد السيرفيس اريا جدا، وبالتالي الديسولفينج بروسيس او الصفات في العموم بتتغير لان السيرفيس اريا اتغيرت. مثلا في حاله الباودر شوجر تلاقيه بيدوب اسرع من الكيوب ايه الواحد. هنقف لحد هنا في الجزء ده علشان نبتدي ندخل في الكونسبت اوف نانو تكنولوجي او جزء تاني من الدرس بتاعنا. احنا اتكلمنا عن ايه في الدرس ده؟ اتكلمنا عن النانو تكنولوجي، ونصيحتي نصيحتي الشخصيه ان انتوا تشوفوا الفيديو ده تاني وترجع تسمع الفيديو ده تاني وتطول بالك مع الكيمستري وتعيش كده معاها وتتخيل وتذاكر وتحفظ وتبقى معاها كده واحده واحده، هتلاقي نفسك مستمتع بانك بتفهم حاجات في الكيمستري غير اي ساينس تاني، غير اي علم تاني. المواضيع اللي بتناقشها الكيمستري مواضيع مختلفة تماما، مكعب وتقسم كذا حتة، فلما تقسم كذا حتة بقت المساحة بتاعته اكبر، طب ازاي بقت المساحة بتاعته اكبر؟ ايوه عشان كل حتة انا قطعتها بقى ليها الحجم بتاعها، بقى ليها المساحة اللي بتحيط بيها، مساحة بتحيط بيها، مساحة بتحيط بيها. الاول كانت مساحة واحدة بتحيط بالمكعب الواحد، لما انا قسمته ل 27 كيوب بقوا 27 مكعب، وكل مكعب ليه المساحه بتاعته اللي حواليه، فالحجم مش الحجم بقى، السيرفيس اريا زادت. الكيمستري بتناقش مواضيع مختلفه جدا. طيب اتكلمنا عن البريفيكسس، واتكلمنا على الكريتيكال نانو فوليوم، وكلمنا على المسائل او الافكار الخاصه بالمكعب. هديكوا سؤال تجاوبوه لي في التعليقات تحت، واعذروني كمان مره ان انا بشرح باستفاضه، انا ممكن اشرح الجزء ده في دقيقه واحده، ممكن اقول لكم ان النانو تكنولوجي دي علم للحاجات الصغيره، وان النانو سكيل ده يعني اقل من 100 نانومتر وخلاص، انما انا بحاول اشرح لكم بالتفاصيل علشان هيطلع من القناه دي، احنا دايما الحمد لله مع بعض وفي ناس معايا من سنين، من هنا بيطلع اوائل، من هنا بيطلع الاوائل. فالمذاكره في ثانوي في اتنين نوعين من الناس بتذاكر، في اللي بيذاكر بقلبه وبجد، وفي اللي ما بيذاكرش خالص بقى، يعني ما نص المذاكره دي ما لهاش لازمه، هتذاكر لا المذاكره مذاكره يعني. طيب انا بختار لكم سؤال، ثواني
هختار لكم سؤال سهل. السؤال ده سؤال تشوز، ماشي، ثلاث اسئله تشوز، تقدر توقف الفيديو، انا مش هقراهم، تقدر توقف الفيديو وتاخد سكرين شوت و تجاوبهم وتكتب لي في التعليقات نمبر 1 هيكون ايه، نمبر 2 هيكون ايه، نمبر 3 هيكون ايه. انا عاوز اختصارات على طول، يعني 1 سي مثلا، 2 ايه كده، ماشي. فكر بقى في الاسئله بالراحه. في التعليقات انا بشوف الناس ما شاء الله بتجاوب كتير، ممكن تسأل حد، ممكن لو حد يعني مش عارف تسأل اللي قدامك، وانت لو واحد كاتب سؤال وانت عارف الإجابة اكتب له الإجابة، ماشي، وخلينا نتعاون مع بعض وان شاء الله نكمل الفيديو ده في الأجزاء اللي جاية. بتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق. كنت معاكم مستر أحمد الباشا، باي باي.